كتاب جمع الجوامع نناد السفرثي الإمام تاج الدين السبكي متوفى سنة 771 الهجرة من زهاء 100 مصنف فكتاب تاجي جمع الجوامع ذي الروج أم قران ذكيون بحريش تموسني ذي الشرعيث اسميس أصول الفقه الإسلامي بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقد المجلس ويس خمسة هذا المجلس الخامس من مجالس شرح جمع الجوامع في أصول الفقه للإمام تاج الدين السبكي رحمه الله المتوفى سنة 771 للهجرة إثنا هكوين سمحتيغ للدرسني عدنا بضد الحكم التكليفي يمد هذا في الحكم الشرعي ندى الحكم الشرعي قسمان الحكم التكليفي والحكم الوضعي الحكم التكليفي إن شرح يتد بالتفصيل يمد لنا نتسى خمسة أنواع عند جمهور العلماء الوجوب الندب الكراهة التحريم الإباحة ذوق ذاكي والناد باللي أبو حنيفة والحنفي يفرقون بين الفرض والواجب كما سنبين في لقاء اليوم إن شاء الله تعالى ولكن إثمثاً لابد أن نعرف كنت سمكتير فقط بما بالتذكير أن كتاب جمع الجوامع من أعظم كتب أصول الفقه بلا منازع ذكرنا خمس كتب تذكرون خمس كتب منها مختصر ابن الحاجب نهضرت في الكتاب الورقات للإمام الجويني وكذلك كتاب البيضاوي وغيرهم من الكتب المهم نناد أعظم كتاب وأقوى كتاب في علم الأصول هو كتاب جمع الجوامع وهو خلاصة 100 مصنف كما ذكر المصنف في مقدمة مصنفه إذن ذيوم كتاب يحوج الصبر ضم قرآن إن شاء الله نحاول نبسطه بقدر الإمكان إن شاء الله باش الإخوة يستوعبون ويفهمون مفاصل هذا الكتاب القيم جمع الجوامع للإمام السبكي نبضد ثورا نكمل قراءة المتن مع الشرح وإن ورد سببا فرغدي هدر في الحكم الوضعي نكفى الحكم التكليفي الحكم التكليفي نكفاث يمد نشرح خمس سنة إذن الوجوب والندب الكراهة التحريم الإباحة ثريف ذا يكمل المصنف الناد وإن ورد سببا ما يسد في شكل سبب والسبب بعدين ذا في تفاصيل نس أمر جعله الشارع علامة أو أمارة علامة على الحكم الشرعي ند مثلا دلوك الشمس هو أمارة وعلامة على دخول الوقت وعلى وجوب الصلاة أقم الصلاة لدلوك الشمس معناتها ميلة يوضد وقت الزوال يكشب وقت الظهر إذن فهو سبب نقول مثلا بلوغ النصاب سبب لأداء الزكاة إذ مريون ذي عيشة كل حياتي سوى تزكيرا ذمته ليست مشغولة بواجب الزكاة ميليون ورسعارة نصاب للزكاة ورسكيرا أليس كذلك؟ لأنه تقديم أو إخراج الزكاة لازم يكون سبب اللي هو بلوغ النصاب إما لو رسالة بلوغ النصاب علامة على وجوب الزكاة أمارة ستادير وين يبضن الزكاة سنحبس في ورث يبضن ما يقول يجمع مثلا يجمع الميساوض 70 غرام ذهب نغلي كيفالون يعني ما يعادل 70 غرام يسكو ديسكي
خاطئ. ورسالة السبة وليش السبب؟ إيميل 75 خاطئ. الإمارة والسينياليرة العالمني والسينيال ملمي يبض 80 غرام كيف كيف وريت الزكيارة يبض 83 غرام وريت الزكيارة من المريزكي 185. طبعا في الحديث شحال 20 دينار باش نفرقوا بين الدينار والدرهم شحال 20 دينار. معناه في الحديث في الموطا وهذا سميثين الموطا الامام مالك رضي الله عنه يفذر هذا الموطا في الحديث رقم الحديث خاصه بالنسبه للاخوه اللي حضروا شرح الموطا وكذا 580. موطا الامام مالك رقم الحديث 580. ذنتسا اذا غادي تفهمن اوعيه الزكاه يهضر في الحرث في العين في الماشيه ذي الحديث 584 ذي نغدي فقن إناد نصاب الزكاة في الذهب في النقدين ذهب 20 دينار ما إلا الفضة الفطة 200 درهم. وقد يوسن ذي الحديث رقم 584 ولكن نكوني سلموازين غبوسة أدين ما الذهب 85 غرام ماذا الفطة شحال 595 غرام. صافي ذو وقت السبب. إذن السبب علامة والحكم الوضعي عموما هو أمارة أو علامة للحكم الشرعي. وإذا قل المصنفين دواء إن ورد سببا وشرطا ماذا أمر جعله الشارع مكملا لأمر شرعي كي نقول مثلا طهارة شرط لصحة الصلاة ويزمر بد مذي الزال بلا الطهارة. والطهارة طهارتان، طهارة أصلية مائية أو طهارة بدلية ترابية. الطهارة أصلية معناه تكون مائية بالماء إما ولا شمال يأتي قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا يأتي البدل للأصل وهو الطهارة الترابية. إذن لا تصح الصلاة إلا بشرط. ذا شو الشرط؟ شرط الطهارة نمسفة. بعد الفقه يفصل ويبين الفرق بين الطهارة المائية الأصلية والطهارة الترابية اللي هي طهارة بدل. وبعدين يكمل المصنفين وصح ومانعا. المانع هو أمر جعله الشارع مانعا أي حائلا يحول دون تحقق الحكم. مثلا أراد شاب أن يتزوج فتاة ولكن إذا كان حصل الرضاع الرضاع حائل للزواج مانع. لذلك في الفقه كان يسمى بموانع الزواج. موانع الزواج والموانع صنفان موانع مؤبدة وموانع مؤقتة. يقول ما الله يفضي يجوزك ذيوث ثلاثة في العدة يموث والقزيز يسكو يجوز أن يتزوجها في فترة العدة. لا نقول العدة مانع إن سلمت كفى ماذا العدة الوفاة 4 شهور 10 أيام يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. شفتوا المانع يا جماعة الخير. لذلك علم الأصول من مقاصده وقد ذكرنا ذلك فيما سبق الدقة والضبط كل حاجة أتسترصد بمكانس وحتى الجانب اللغوي المصطلح اللغوي وكي ندخلوا في الدلالات وندخلوا عندنا ما نسمعوا في هذا الباب باش نشوفوا فعلا. لذلك الأصولي لابد أن يتقن لغة العرب لغة العربية أضيف جميم الاسم اسمعني الحروف كما ذكرنا ونزيد نذكر بالتفصيل الدلالات دلالة الإشارة دلالة النص فحو الخطاب الخطاب دلالة الموافقة مفهوم الموافقة مفهوم المخالفة في تفاصيل في غاية الدقة. أسمح كان ستسوي إن شاء الله يوث يوث المنبث. يلا إذن ومانعا ما أيضا القتل ما
مانع والعياذ بالله، يعني القتل مانع بشرط أن يكون القتل يعني عمداً عمدياً عدوانياً، هو مانع لانتقال الميراث مانع، وكذلك الرضاع كما قلنا، الردة مانع لانتقال الميراث. إما إلا يموث يموث إيجاد الراويس يونس مرتد ارتد عن الإسلام، يعني يقال ذا مسيحي مثلا، نغذوا يقال ذا يهودي، نغ أمشي أمشي وجي في الحكم ينس وجي حكمه الرد الردة. المرتد اللي عنده وصف الردة، الردة مانع من موانع انتقال الميراث من المورث إلى الوارث، رغم وجود السبب. قلت كنت ترى ضبطة القرابة يونس عميس، أشو العلاقة هي رسنا؟ هي القرابة، أليس كذلك؟ ذي ذمنيس ينتقل الميراث بسبب القرابة، مقتن ذي الحكم الوضعي إلا السبب ذكرناه صح؟ السبب جي ممكن لا ينقل الميراث من المورث إلى الوارث، متى؟ إذا كان جاء هناك حائل يسد مانع أن أبستاكل المانع جي اللي هو الردة، الردة مانع من موانع الميراث. لذلك النوتير موري نغل المفتي نغل النوتير مدي الموثق مدي السفغ الفريضة أدي وضر مي سني نغيل لي سني إكجان الإسلام وغال المرتدين أثي كسي الفريضة وديك شما ذي الفريضة ذا شادي شتلذينا ذي الفريضة إلا قد يفقن بلي فلان ذميس نغذي الليس ولكن أري ورثارة أي أري ورثارة أخطر ثلا إلى المانع ذا شو ذا المانع ذو اللي هو الردة مانع من موانع الميراث. إذن إناد ومانعا إكملت النوع وس ثلاثة وس أربعة اللي هو وصحيحا الصحة الصحة وصف يلحق العبادات والمعاملات يلمي لي الظل الظل يبدك أركان الصلاة وشروط الصلاة أمشي الدينين كني أديني الصلاة صحيحة هل ترى أديني الصلاة مقبولة لا ذي الدعاء معليش ما يكين أعطي قبل ربي ربي تقبل لا عادي يجوز ولكن الزماضة دينظة تحكم على الصلاة بالقبول القبول ضربك زران نكوي نحكم عليها بالصحة أديني الصلاة صحيحة وكذلك في العقود في المعاملات أديني العقد صحيح إما إلى العقد اللي توفرت فيه جميع الشروط شروط متعلقة بالعاقدين يعني وين يزنزني وين يغن سان الشروط ما إلا محل العقد محل العقد توفر انتك الشروط إلى آخره إلى آخره ذا شدنيني أدنني العقد صحيح وإذا حكمنا بالصحة بالنسبة للصلاة أجزأته بالنسبة للمعاملات نقول العقد الصحيح يرتب آثاره من آثار عقد البيع مثلا انتقال الشيء المبيع من البائع إلى المشتري يونيزز ثفركة إيوايو يطبقك الشروط وين يغن يسعى الشروط وللار مثلا ذا قرر مشطوح ونسعى التمييزنا ما هو شراشد ذاك وين الزنزن كيف يسعى الشروط من هذه الشروط أن يكون أهلا يعني والأهلية المقصودة هنا ليست أهلية الوجوب ولكن يقصد المقصود أهلية الأداء وزيد الزنزين يكسب خطر الزمري ولا الزنز دار جازم قران يسعى الأهلية ولكن الزنز أي نوري يكسب أذي فيه ونفغال هي غاكال السيد فاسا غاكال يلا هك الزنز غاكال لقي دقاء الزون أذي ولا مرسو إلها سيني الزنز غاكال الزنز أي نوري يكسب أي نوري يمليك صافي وقي
ينتقد يخل فيه لا شرط من الشرط ولا شيء يزز أين يكسب. طبعا الأمر قد يزيد الوقت كان كاد نسامي شوية شوية ولكن تي كان كمعلومات باش نفهم باللي نحكم بالصحة على العبادات إذا كانت موافقة للشرع ونحكم بالصحة على المعاملات إذا كانت موافقة للشرع. هذا هو الحكم العام. وبعدين إن دو فاسدا وطبعا كلمة الفساد نقصد بها ذلك البطلان ولكن الحنفية فرقوا بين هذا وذاك في ذلك التفاصيل سيأتي بيانها في الوقت المناسب ولكن دقي ممكن عبر عن الحكم هذا الوضعي بالفساد كما يجوز الحكم عليه بالبطلان مع التفاصيل المعروفة عند خاصة عند الأحناف والفروق القائمة بين الجمهور والأحناف في هذا الباب. مثلا يقول لك البطلان يتعلق ب هو وصف يتعلق بالأصل ولكن هو حكم يتعلق بالأصل ولكن الفساد يتعلق بالوصف وفي غير ما هذه التفاصيل باش نروح كنستاويل يوث فوضع هذا إفكاد خمسة ياقي بعدين تفوضع. وطبعا طريقة الصياغة في المتون أثنتوالف شوية شوية إن شاء الله أما ذي المتن ذي النظم الشعر كما فعل ابن عاشر مثلا نغى ذي النثر كما فعل صاحب جمع الجوامع السبكي ولا ابن أبي زيد القيرواني في الرسالة وغيرها. الانتباثين ذي خمسة يهضرد في السبب يهضرد في الشرط يهضرد في المانع يهضرد في الصحة يهضرد في الفساد وفي البطلان خمسة صافي الحكم التكليفي خمسة أكا الند الوجوب والندب والكراهة والتحريم والإباحة خمسة وقل الحكم التكليفي والحكم الوضعي السبب والشرط والمانع والصحة والفساد أو البطلان خمسة والحكم التكليفي والحكم الوضعي قسمان للحكم الشرعي كما بينا في مجلسنا السابق. أم بعد يتفوض عن أبرشدنا بعد ذلك ماذا قال وقد عرفت حدودها أكيد كمل المصنف وقد عرفت حدودها معنى يخاطب هذا القارئ هذا الإنسان الذي المطلع على هذا المثل منش وقد عرفت حدودها معنى خذمض ثلث فهمض ذا شو ذو الفرق جلان يرى الحكم التكليفي بجميع أنواعه ذا شو يلان يرى الحكم أكذ الحكم الوضعي بجميع أنواعه يند وقد عرفت حدودها. ولكن في بعض الكتب ممكن تلقى صيغة أخرى وقد عرفت حدودها صفي أثيد غرضك أنا أثيد غرضك إما دينيض وقد عرفت حدودها هذه صيغة صحيحة إما صيغة أخرى وقد عرفت حدودها ولكن الشكل يختلف ذلك الأمر مبني المجهول الفعل مبني المجهول أدنى وقد عرفت حدودها. وبعدين يكمل إناد والفرض والواجب مترادفان هكذا قال المصنف والفرض والواجب مترادفان. إذن عند الجمهور عند الجمهور جمهور العلماء الفرض أكذ الواجب كيف كيف شو مع مترادفان كيف 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 الاختلاف يعني اختلف الاسم واتفق المسمى اختلف الاسم واتفق المسمى يكون دينا مثلا الزكاة الزكاة ربي ندي القرآن في سورة البقرة الآية 110 أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة الزكاة اسمه الزكاة. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس خمسة ركزين الإسلام سيسنت إتاو الزكاة اسمه الزكاة. ولكن القرآن ده اسمه مثلا في سورة التوبة الآية مثلا 60 إنما الصدقات للفقراء
خذ من أموالهم صدقة. هذا شو معنى الصدقة؟ هي الزكاة، والزكاة هي الصدقة. لذلك ذكر الإمام الماوردي إن اختلف الاسم واتفق المسمى، لا تيرمينولوجي لي تيرم خلفا، فهي الزكاة، الزكاة هي الصدقة، ولكن استفاد النتيجة ما دام ذكر في القرآن بهذا وبهذا. إن اختلف الاسم، اسم مخلفا، ولكن لو سونس المعنى كيف 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 الدين يرفع نغ يفقع كيف كيف نغلا يفقع في الناس نغ يرفع في الناس كيف كيف ولكن يفقع ذاك يا عزيز كنت تحضر على تيزي ولكن يفقع ذاك النظام صافي ما نسن المصطلح تنظر باللي الاختلاف لفظي اختلاف لفظي وهكذا قال تاج الدين السبكي اختلاف لفظي القوال كان ديال التيرمينولوجي ولكن المعنى ديون اين الشغر ايغر الشيمي في كذا المصطلحات مي المعنى ديون صافي لا مشاحه في الاصطلاح ولكن شو ديننا والفرض والواجب مترادفان بعد يكمل خلافا لابي حنيفه أبو حنيفة خاطئ شي قال الفرض كذا واجب مخلف أبو حنيفة أنا عامه فرد في كل الأمثلة بالمثال يتضح المقال والفرض والواجب إناد مترادفان ما إناد بعد إناد خلافا لأبي حنيفة وهو لفظي معنى الخلاف لفظي ذا كيف كي غد حاجة كونسونتري مركز شغل ما كن أين كني إقلان الخلاف ير أبي حنيفة أو كذ الجمهور إف كي يخفيد سهالة سليسر الإمام السبكي في مصنفه فأرد لك بعض الأمثلة أولا أبو حنيفة جدينا إناد الفرض ما ثبت بنص قطعي في القرآن مثلا أو في السنة ما ثبت بنص قطعي وقيس ميس الفرض ما ثبت بنص ظني الواجب ثورة أدنفك السؤال قبل قراءة القرآن في الصلاة ذي الفرض نغز السنة ذي الفرض وبليجاد نغر القرآن ربي فقرأوا ما تيسر من القرآن فقرأوا ما تيسر من القرآن من كران الظل إلى قد نغر القرآن سورة المزمل الآية 20 ذاكي أبو حنيفة شو ديننا قراءة القرآن في الصلاة فرض خطر ثبت الحكم بنص في الكتاب والنص ثابت في القرآن حيث الثبوت قطعي في ثبوته وقطعي في دلالته ربنا فقرأوا ما تيسر من القرآن اكفى ووال ذكرت الصلاه الى قد غرض القران ولكن سوره الفاتحه سوره الفاتحه ما عند الجمهور جمهور الفقهاء يعني المالكيه والشافعيه والحنابله انانت فرض الى قد غرض سوره الفاتحه بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم اشو دين النبي عليه الصلاه والسلام لا صلاه لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب والحديث ثابت في الصحيحين في البخاري ومسلم رقم الحديث البخاري 756 عند مسلم رقم الحديث 394 أشدنا أبو حنيفة إن يأثم المصلي إذا تركها ولكن صلاته صحيحة ما إلا
ودي غرى سورة الفاتحة عند أبي حنيفة يأثم ولكن صلاته صحيحة. الجمهور طبعا ذكي غرض بالنسبة للأحناف أن ند قراءة القرآن في الصلاة فرض لثبوته بنص قطعي في القرآن ودلالته قطعية، ولكن قراءة الفاتحة واجب ليس فرضا، واجب لماذا؟ لأنها ثبتت بخبر الآحاد، وخبر الآحاد ظني في ثبوته، وظني هذا الحديث ظني في دلالته، لأنه يحتمل نفي الكمال. خطر مدين لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، يحتمل معنيين نفي الصحة ونفي الكمال. ممكن هيد نغر هكذا لا صلاة صحيحة، ممكن هيد نغر لا صلاة كاملة. صافي ذن كمال كانوا ثن كمال أرى ظليث ذن كمال ثن كمال أرى أما الصحة تظليث صحة أي غر خطر وني ظلن يغرد القرآن يغرد قل والله أحد يغرد قل يا أيها الكافرون يغرد سورة الكهف يغرد شو يبغى خطر القرآن فقرأوا ما تيسر من القرآن. صافي الخلاف هي الجمهور أكذ الأحناف الحنفية الجمهور الفرض هو الواجب والواجب هو فرض، ولكن عند الأحناف ما ثبت بدليل قطعي فحكمه الفرض، وما ثبت بدليل ظني فحكمه الوجوب. وذكرنا لكم سادتي هذا المثال فقرأوا ما تيسر من القرآن، قراءة حكم قراءة القرآن في الصلاة الفرض عند الأحناف وعند الجمهور طبعا، وحكم قراءة الفاتحة عند الجمهور فرض وعند الأحناف واجب، لأن هذا الحديث ثبت بدليل ظني ثبت بخبر الآحاد. وأكثر من ذلك قالوا المراد بذلك نفي الكمال لا نفي الصحة. صافي ذا شو دين المصنف ثورة المصنفينات والفرض والواجب مترادفان. إذن السبكي رجح رأي الجمهور، ونعطيكم سر ان كود الكود نشفوا عليه يكفي المثلق ان شاء الله. ركزوا معايا باش تفهموا الكود ده. الامام السبكي الكلام الذي يذكره اولا هو الذي يرجحه على طول، هو الذي يرجحه ولو لم يذكر كلمة الترجيح. وكاين كود ميدي في الزراوال ولا مود ديالنا راه نرجحه مادام ذا مزور ذوني يرجح نسا ما يبغى يرجح وايض اذيني ولو ذكره ثانيا مود ديالنا راه معناتها ذلك الذي رجحه. هذا البيان هذا الامر سياتي بيانه بالتفصيل اكثر في مستقبل الحلقات او المجالس ان شاء الله. من بعد شو دينا خلاف لابي حنيفه صافي فكير ثامو السني يناد باللي الجمهور الفرض كل واجب كيف كيف، ولكن ابو حنيفه خاطئ يفرق ير الفرض اكذ الواجب. من بعد شو دينا وهو لفظي يعني الخلاف فقط في اللفظ اي في التسميه في المصطلح هذا ما كان. من بعد يكمل والمندوب والمستحب والتطوع والسنة مترادفة أيضا
صافي السبكي بثين داك المندوب الذي شرحناه والمستحب والتطوع والسنة مترادفة يكون مترادفة أيضا خلافا لبعض أصحابنا لقدينا لأبي حنيفة خلافا لبعض أصحابنا لكن سنذكر أصحابهم. طيب كي نقولوا مثلا السنة السنة ما وضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليه أكيد ذاك من السنة ولكن المستحب مثلا يعني فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولكن تركه أحيانا إذن فالمستحب دون السنة نيفوينس في كذا قصة نذكرها بالتفصيل إن شاء الله في مستقبل الأيام. يا خيث مثلا إخينا وندسني لعني ثنون باش نسين شرعا قيل قد غر منغرا ونسيسين أشار يا خيك خطأ من منغرا مش مشكلة على بالك مشكلة على بالك كبيرة بزاف وزك إن شاء الله في إحياء العلوم نقرأ كتاب نتاع الإمام ابن عبد البر جامع بيان العلم أغدي فكير ويروج العجف شو درنا العلماء فين يعني مسني ما ثلاث مسني أنقرز الشوارنا ما ولا شيء مشكلة بالعكس المكان في زاوية في عين الحمام كوكو فغادينا ينبوال رسالة ننتي العلماء سواتاس وإذا كانوا فصل فيه إن شاء الله تعالى باللي ذا غفر ذم القرآن ذا غفر ذم القرآن أنا في الجفر ذنا ذي غفلان ذي رفان ذي المحناس ذي الوغور ذي العجف مثل لا موليش تمسني مثل لا إسهال المسفهم خطر لي ريفيرونس لانت الإخوة راه يذكروني قالك التوقيت يعني تكي كذا ولتي ديوني يعني ذي زاوية كوكو على الساعة التاسعة صباحا كتاب دراسة كتاب الكتاب بن غرام اسمني عدان كتاب الذخيرة ذيك أكثر من 5000 صفحة في مجلس واحد طبعا ماشي بالتفصيل لكن في كاد الزبدة الله كريم كتاب الذخيرة ينسي العلماء إم قرانا اسمس الإمام القرافي من العلماء المالكية صاحب الفروق من كتاب شهير أيضا وزك إن شاء الله تعالى أنغر كتاب نتاع الإمام ابن عبد البر صاحب التمهيد وصاحب الاستذكار ولكن يركز بزاف في العلم تحصيل العلمي وفضل العلم وأدب العلم وغيرها من التعلم وغيرها من الأمور ثم أهورا قيسا نذكره أيضا بالتفصيل إن شاء الله غدا. شو دينا إذن الإمام السبكي يدعو المندوب والمستحب والتطوع والسنة إبوثي ذاك إن إيه مترادفة أماكن دينا الفرض والواجب إن إيه مترادفين وكذلك هنا أيضا خلافا لأبي حنيفة وذاك إن إيه مترادفة موقف السبكي واش قلنا الآن قاعدة ما ذكره ابتداء فهو ما رجحه فمن فالكوت إنس مدام إن ثنتكي مترادفة إذن لكشني ما هو موقف السبكي من من المستحب والسنة والتطوع الدينر مترادفة مترادفة في نظر السبكي وعند الشافعية ولكن عند أبي عند غيره عند غيرهم لا إنات خلافا لبعض أصحابنا وش قصدك بعض أصحابنا جي لازم تكتبوه خطر ما وش كل الكتب اللي شرحوا الكتاب ذكروه على رأسهم القاضي الحسين وقي من كبار القضاة ومن كبار العلماء نهار اللي ندرسوا الورقات إن شاء الله ربما في مسجد آخر أو في هذا المسجد المبارك لا ندري أنت نغرف القاضي الحسين هو من شيوخ الإمام الجويني صاحب الورقات خطر زمان السنين لما أنظر شو دي جاء صاحب الورقات الإمام جويني يعني وقي من كبار العلماء أيضا في الأصول والورقات كتاب في الأصول سي الشيوخ ينسي سميسيون القاضي الحسين معنى ما وش هذا من كبار العلماء وهو من شيوخ الإمام الجويني رحم الله الجميع وكذلك الإمام مدينة أصحاب بعض أصحابنا شكون إلى الإمام إلى القاضي الحسين إلى الإمام البغوي لمن راه يوثق يكتب وكذلك الإمام الخوارزمي وكذلك
الإمام الغزالي وقذقي في كتابه الإحياء وقذقي لا يعتبرون هذه المصطلحات مترادفة. إيش قرن ماشي مترادفة. مناش الآن في موضع الترجيح باش نناقشوها. يأتي البيان في كفرنا في المقدمات مازال نمشي في العمق بعد أدنوي غرفال غرفال سعدي غرفال ذينا من كل يوم دي ولا دي فكر رئيس يعني بدنا فكر شوي لا قال شو ثوالا شو ثوالا ولكن بدنا شو ثوالا في لقى سواد الأدلة ماشي سوء بيبري ماشي بيبري مثل ذلك الرأي وكي وخلاص خاطئ ذي الأمور جيت مثلا إلق أدفك التالي بس قطعت بدالة كعين ربي كعين ربي المهم دافع عن رأيك على رأيك وخلاص. إذن والمندوب والمستحب والتطوع والسنة مترادفة. إذن هذا هو رأي السبكي مدام ذكرها أولا وقد ذكرنا يعني سرا من أسرار فهم هذا التصنيف أو هذا المصنف خلاف لبعض أصحابنا هو ما ذكرهم ولكن ذكرنا القاضي الحسين وذكر الإمام البغوي وذكر الإمام الغزالي وغيرهم وبعدين وهو لفظي أيضا في التسمية معنى الخلاف المصطلح إن شاء الله لا يفسد للود قضية لا يفسد لانت عند المصطلح لازم التمييز كي نقول مثلا المكروه والحرام جماعة الخير فان لازم يزيباتهم وقد ذكرنا في الحكم التكليفي كي نقول السبب ونقول الشرط نقول المانع نقول الصحة نقول البطلان لقى الفرق ياسم ولكن البطلان والفساد خلاف بسيط ممكن نقول البطلان حكم يتعلق بالأصل أما الفساد حكم يتعلق بالوصف هذا عند الأحناف ولكن عند الجمهور كالبطلان كالفساد وممكن نروح من القانون القانون مثلا القانون النغ القانون النغ إلا البطلان إلا الفساد إلا القابلية للإبطال أنا شمذ القانون أكون درفك من بعض معلومات قانونية أنظر ميم لكود سيفيل نغن القوانين نغن عند الحان ترغف عن الأحناف نغف عن المالكية نغف عن خطر ماشي كان ماشي بسهولة جماعة الخير ماشي بسهولة باش ونظلم من القوانين خطر ما يوني يبغى لي سوليسيون فاصيل يسهل أكين يقع القوانين ما كانش منها ورمي وخلاص يا ولدي وقي حكم اللي ما يعرفش لي سوليسيون فاصيل يبغى لي عدسب مي عدسب خرط ميزة دي الأمور واتزر وسيرتو القوانين هكي لانت قوانين كثيرة فغان تدسي الفقه الإسلامي فغان تدسي الفقه الإسلامي وذا غير الفقه ذا شو ذا الفقه هل ترى ذا الفقه المالكي أو الفقه الحنفي المجلة الأحكام مجلة الأحكام العدلية أول تقنين دي فغان ذو النف تبقى للمذهب الحنفي من 1876 من بعد نروح القوانوية قانون 1917 قانون 1920 قانون 1929 قانون 1943 قانون 1946 قانون 1951 1953 1959 1984 قوانين في كذا إلاق أما ذي التجارة أما ذي التأمينات الزاسيرونس أما ذي البنوك أما ذي كذا إلى آخره إذن إنه خلافا لبعض أصحابنا وهو لفظي أما بعد شو دينا ولا يجب بالشروع خلافا لأبي حنيفة يغالد مرة أخرى طبعا أبو حنيفة له حضور حضور قوي أبو حنيفة من مدرسة أهل الرأي من مدرسة أهل الرأي وسبحان الله الثراء الفقهي الفقه ضمر كانتي من المرنزر ضمر كانتي من الغراث في باريس في فرنسا 1950 الى نجمع القران سوفون دو ديسيزيون هادي ننزغ الفقه الاسلامي ضمر كانتي ماشي اللي نسلم ليك نجمع عندنا لا اللي نسلم لا الوياض لا الوياض كل يوم داشو اسمي السلاني ويروج ديال الفقه الاسلامي ننص في الفقه جنون ضمر كانتي صح اقفل 1950 1948 في مدينة لاهاي إلى مؤتمر يشل العجوب كيف كيف ندبل القانون الفقه الإسلامي يجي متميز أصيل ما هوش مستمد من القانون الروماني
هو ذي رد للشبهة في القانون الروماني، قانون قوي جدا. صافلو قال اتهم الفقه الإسلامي باللي يسد السنة في القانون الروماني وقي قانون الأصيل. وندك توصية أخرى، يعني توصية أخرى، نعم قرار آخر شو دينا مفاده أن الفقه الإسلامي يصلح أن يكون مصدرا للتشريع العام قاعد شريعات الدنيا. ندور لك كل سجى طرد بالك يودين سلم نورمال يتظلى 30 سنة صلاة ولكن ولاش يقيح يسعد الحياة يسدي الجهل فيك ولا ما يستخدم في الفقهاء يتقلق. ولا كتاب سندرسه الإمام ابن تيمية قد يكون هو اللي في المرحلة في الإحياء العلوم رفع الملام عن الأئمة الأعلام، كتاب ذا مشطوح مي ذي الروج الإمام ابن تيمية. يا جماعة الخير وحوش تسوي سلاح قلك سلاح قلك سلاح قلك. لذلك أدنو إنك ولا يجيب ولا يجيب بالشروع خلافا لأبي حنيفة. إذن ماذا ميزوات قوالي صفي ماذا نفهم موقف إمام السبكي وين يلا أقول في تغميث السؤال ليس كلش إيو الميلي إفضاية صوزوم صيام تطوع صيام تطوع الاثنين الخميس بالنفلة يوصل من بين 11 يوفى في فخسيسينا سيني زرير في فخسيسينا من السماط لعين صار إيه ماذا تطوع يلا أذجا أضرز رمضاني وسط مخسيس في الحداش أشياء السين ضيونا مي هل ترى يسعى الحق نور يسعى الحق؟ هل ترى يجب أن يتم صيامه غس يفاتي في خسيسين كل من السماظة نغلى؟ تفضل حبيت نسمع واحد منكم تفضل لازم يتم صيام. الله يبارك رأي بارك الله فيك. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم الصائم المتطوع إلاد أمير نفسه حديث النبي صلى الله عليه وسلم إيه هكذا نص الحديث الصائم المتطوع أمير نفسه وقي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوا إما منهم الإمام الترمذي وغيره. يكمل إن شاء صام وإن شاء أفطر صافي رثى المشيئة أكيد النبي صلى الله عليه وسلم. إن الصائم المتطوع ماشي وين يزمن الفرض نغ يقضي الفرض قطر الزمري وليت شايون واسي رمضان يسعى العذر يهلك نغ كذا نثمتو ثميلا ثقطو السانيس ذا القضاء فوين نوثي يتزمارا وثمسارا مي وقي الصائم متطوع ورسالة وكذا اللي دات نورمال. إن الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر صافي ثورة شنيا سي الحاج رأيك رأي الجمهور رأيك رأي الجمهور كيف ردوا على هذا الحديث؟ كين من اللي ردوا عليه قالك الصائم المتطوع أمير نفسه قبل أن يشرع فيه قبل الشروع. وليس كان هذا هو الفقه قبل أن يشرع ولكن إذا شرعت فيه ربي قال ولا تبطلوا أعمالكم هذا القرآن سورة محمد تسدي سورة محمد صلى الله عليه وسلم الآية 33 نعم الآية 33 ولا تبطلوا أعمالكم صفي مسعى الآية 33 من سورة محمد مسعى الحديث رب ذقار ولا تبطلوا أعمالكم تفضيض الخدمة كم لاس تفضيض تظليت تطوع ركعتين ويتزمانا ماشي كما يصنعوا البعض أتفضل الله أكبر هذه يظل ركعة السلام عليكم السلام عليكم غادي تطوع لا أخويا
قبل تفضل ماشي اوبليجي تفضل كم الناس تقول لي مش مدير زلر كعتين ماشي اوبليجي دي زلر كعتين ليس اوبليجي ماشي اوبليجي إما إلا يفضل أسي كمال خطر بدي قرر ولا تبطلوا أعمالكم يفضل رمضان كم الناس أين تفضل كم الناس تفضل الاعتكاف كم الناس في رمضان أين تفضل كم الناس ولا تبطلوا أعمالكم صبروا معايا ثورة دنغل ولا يجب بالشروع ولكن الإمام السبكي إن ولا يجب بالشروع خلاف لأبي حنيفة ولا يجب وهو مذهب الشافعية وغيرهم معنى مدن عمل تطوع لا يجب خطر اسمه تطوع يبقى الحكم الأصلي مرافقا له وانت كلاسيه متطوع مش من الفرض مش من الفرض الفرض فرض ولكن التطوع تطوع لو قراد انت الفرق التطوع مخلفا صفي أليقم كان بحكمه الأصلي وهو التطوع وهو النافلة لذلك الشافعية ومن وافقهم قالوا بعدم الوجوب ولو بالشروع ولا يجب بالشروع خلافا لأبي حنيفة إذن أبو حنيفة رأيه هو رأيك يا سي الحاج الدقار مدام شرعت فيه خلاص إذن يجب نعم بارك الله فيك بمفهوم مخالفة يترتب عليه الإثم لقوله تعالى والإمام أبو حنيفة ند لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم ولكن مع شيء اسمه نكمل المتن بعد ولا موقف المالكية ولكن ووجوب إتمام الحج ولكن اخدم الاستثناء صاحب المصنف إتمام الحج الحج ما يفذف بنادم القاسي كمل لأن نفله كفرضه لأن نفله كفرضه خطر يودف ذي حجد الحجة الإسلامي ساعات إما يغال بعد 50 ديال الحج النظني مانيس ماشي سير اذا كان الحج يخدم الاحرام يفدى الحج الى قاسي كمل يخدم الاستثناء وهذا ايضا فيه تفاصيل شويه معمقه ماشي شويه تذنيني ادغري كان شو دينا تشرحها شو دينا المصنف ذاكي ان يخدم ليكسيبسيون كي كونفيرم لا راي ووجوب ووجوب اتمام الحج من بعد يبين انك لان نفله كفرضه نيه وكفاره وغيرهما أو غيرهما من بعد لقد فكر رأي المالكية باش إتمام للفائدة إن شاء الله تعالى المالكية طفل موقف زمادين موقف وسط موقف وسط لشو دلنا أوجبوا الشروع في بعض العبادات تفضيل العبادة كملاس رأي المالكية نند سبعة فمزوروث الصلاة تفضيل كان كملاس ولو نافلة الصوم تفضيل كملاس نفس شطة قضوف تبعني مليح نعمه ميلة وتطوع تفضيل يسين ذون تصمم الاثنين الله يبارك تطوع فرح مرسي الحاج يعرض يكون تفترم 12 سوى سوى نتسايه جاد وكذا إلى أخيره ما شاء الله من بعد مش هتخدم أستين زرع أستين سحزن أرى الشيني في غضان تكرمض فضرث تشام رمضان نون ولكن أتقض أثنت تفرق واحد وقرأي المالكي أم بعد كذلك الحج والعمرة والطواف ما تشيو ذي خمد ذو الطواف ثلاث الأشواط يعيا غادي يفضل في قرن البسي ورسينا ربي سبع أشواط وانت دي حكان دي حضر إنا يخي بيخثنا كان نخدم الطواف إنا يخي ولي خدم ثلاث الأشواط غاي يفضل
إنك نرى صروح كمل يعني سعيت بركة ثري فهمي ولا الغشة تفغان يفهم باللي ميث عيض فض إنك ذي ثموسني يسوري فيه مارا بلي سبع أشواط إنك صروا يخرجوا وقعوا أنا شعر ماشي نخرج راحوا يخرجوا نخرج ذي المخيص بيان سورة سيعة قولي وكذا راح نرسل كل ليروتير إنك بسي فيه تفهمك باللي سبع أشواط وقذا قي فغان كفان سبع أشواط وقذا قي مازال الدويرة مازال كفينا سبع أشواط صافي تغضيض الأشواط كم لسن طبعا إلى العذر نغلي عجز لقي ما سند أعذر نظن فقد غنى ظرف لسن تنبعد أنا هذا ظرف القواعد العامة والاعتكاف وكذا وكذلك هذا الإمامة الإمامة إلا إذا كان العذر لازم يكون استخلافه في التفاصيل الطهارة لا المالكية تفضيض اللوهو أتسغض اللوهو يلا تفضيض يلا تتوضى المثل السعود ميك سونا كده يلا طوموبيل ثي وضد باش تروحوا حبس وحاسك نورمال وسقال قاس كملا لا المالكية نند ما الطهارة مثلا ليس يجوز فيها القطع يجوز فيها القطع الطهارة والحمد لله ماضينا يجوز خطر أحيانا تضطر باش باش هاد القضايا هاد الصدر عبد الصنع عزاز قال لقد حفظ الوضوء ملي كنضر قال الوضوء والسلام عليكم يلا ثورا اد نكمل والسبب ثورا غادي يهضر في الحكم الوضعي اذا كذا ركزوا معايا مليح السبب ما يضاف الحكم اليه يعني المقصود بذلك ما يضاف الحكم الشرعي اليه للتعلق به من حيث إلى آخر فهذا نهضر كان في السبب السبب ما معنى السبب تراد نعيوذ تفصيل من الحكم الوضعي إي خمسة يونيون السبب أمر جعله الشارع أمارة أو علامة على الحكم وربط وجوده بوجوده وعدمه بعدمه إذن في الحكم يتحقق بوجود السبب وينعدم بانعدام السبب وقد المقصود ثورة بالمثال يتضح المقال وهو نوعان إلا نوع سبب لحكم شرعي يتعلق بالآخرة وسبب لحكم شرعي يتعلق بالدنيا هذه طبعا الاصطلاحات فقط باش نميزوا لانه حتى الامور تاع الدنيا تتعلق بالاخره في نهايتها مثلا اقم الصلاه لدلوك الشمس ربي مدينك اقم الصلاه لدلوك الشمس بمعنى بمجرد دلوك الشمس خلاص صارت ذمه المكلف مشغوله بالصلاه اللي هي صلاه الظهر لو كان ذمثيون في ال11 نغفل 12 لا يحاسب على صلاة الظهر بس هو حاسبها أليس كذلك خطر يموت قبل أدو الظهر أي تحاسب في الفجر خطر موت الظلال تحاسب الناس ولكن طهور تحاسبها خطر ذمته لم تكن مشغولة بصلاة الظهر لماذا؟ خطر مات قبل دلوك الشمس أقم الصلاة لدلوك الشمس وهي سبب لحكم شرعي يتعلق بالآخرة هناك سبب لحكم شرعي يتعلق بالدنيا مثلا عقد البيع يون ما يخدم العقد للبيع بيع وشراء الإجاب والقبول باقتران الإجاب القبول بالإجاب ذاكي تنتقل ملكية تنتقل من البائع للمشتري صافي ما سبب انتقال الملكية من إلى من البائع المشتري بسبب انعقاد البيع إبرام البيع كيف كيف ما الذي الكرة عقد الإيجار بمجرد سكرة رسيون تخدم العقد هذه الشم سخا نضحن وسقرار العقد نخدمي ثلاثة سنة يخلص ثلاثة سنة بعد أربع شهور هذه الشم أساقي جفذ العقد يرتب آثاره في الحال في الحال لا في المآل
إلا إذا اتفقتما على خلاف ذلك. أسن سمحي ذخ مشوري طرافو أذفد لغلا فاشد ضبرق الروح، ولكن الآثار تترتب في الحال. تقديم المهر في كوالا تفضى شراء جمذان أسمى رخض من تقشيش تسفك انت عمامث فذاتا قنالا. لذلك كان سعال مشاكل وسلتت من ميم خلفنا كيني إلى ديار تعمامث فكي غصت عمامث كيني فكي غصت عمامث الخضوف قا الخضوف قا ثقي لا ترتب لا تستوجب تسليم المهر، ولكن عقد الزواج تاين المد الفاتحة خط الخضوف قا وحدس الفاتحة وحدس ربي الناد وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. يعني بعد الزواج ماشي بعد الخطبة بعد الخضوف قا مفهوم ذا بعد ثمغرة أرقزي لقل ينفق هذه ينفق على بسنا ما ضمس وحد قضوض وسي قرارك مسا لا بي اخيك مسا خدام ثاقي ثور يضر المشاكل ير نغلا بارمي المشاكل ير مو زين ثاقي ابا صافي النتي شدنيني السبب هاكي بسبب عقد الزواج لازم يكون المهر بعد في تفاصيل المهر هل يقدم عاجلا او مؤجلا او معجلا تلقى فيه تفاصيل يقدم في عند اقرب الاجلين اما الطلاق البائن او الوفاه ويصبح من الديون الممتازه على بالك كل قطعه غير فائضه ذي الخيوض ثم سني الشغل ذي الخيوض ذا الزطه كنقارني القبائل ذا الزطه شو دنيا كثيره خطر ما ديني قبل المهر ماشي لا يمكن لا تلي ديتاي المهر كي المهر المؤجل المهر المعجل وبعدين فيه تفاصيل لكن يقدم عند اقرب الاجل انوي اقرب الاجل انوي اما الطلاق ماشي الطلاق الرجعي طلاق البائن اما بين الصغرى اما بين الكبرى نغ الوفاه فيه تفاصيل وبعدين الوفاه الوفاه الحقيقيه الحكميه ام كل حاجه كتساوي غير صايب تدفع شويه 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 لذلك لازم العقل تساوي لذلك الدروس العلمية لها كان بين المغرب العيشة لو كان زرغا مش في العشرة الصباح أو مش هالكي الغشي بلك نقدرس الجمعة الغشي يطاسو كذا دفك المسائل العلمية بلك وفهمنا الآن غير يفتنون نغالى جماعة الخير خطر غير كان جزء وزر الباقي سي بوسا لازم الحلقات الخيض الخيض أثن ذع أمزطة يوث يوث أدنو غالثورا الشرط الشرط سمح لي كما كان شو دينا في السبب إنك ما يضاف الحكم إليه للتعلق به معنى السبب مؤثر وقل المقصود السبب مؤثر في الحكم وجودا وعدما وجوده يؤدي إلى وجوده وعدمه يؤدي إلى عدمه إنه معرف للحكم أو غيره المقصود غيره يجي غيره يجي لك دو باج باش نفهم غيره يجي شو المعنى يس ذاكي ذاكي في الزمال فتح نفي ذاكي خطر غيره مقصد مؤثر فيه أو باعث عليه الباعث وقي ذاكي ذاكي النظم يسعى تفاصيل وربما الوقت يسمح له وقي كان يكفي هذا مدين إنه معرف الحكم معنى في الحكم معنى متعلق بالسبب وجوده وعدمه مرتبط بوجود السبب أو عدمه والشرط يأتي غيدنا المصنف في دي شرحة لا. والشرط يأتي خير الكلام ما قل ودل والشرط يأتي معنى من المي يأتي مازال أغبلك واحد سبع شهور باش نضر غرص نقطة يجي كان إنه والشرط يأتي صفي القمر ذي البنغ والشرط يأتي ولكن متى يأتي في مصنفه حينما تحدث عن المخصص حينما تحدث عن المخصص ذينا تحدث عن الشرط ولكن كنت من صلاة جوالة سبع شهور هيدا نشرح كانتونا هيدا نشرح كانتونا ذا شو الشرط الشرط أمر جعله الشارع مكملا لأمر شرعي لا يتحقق إلا بوجوده
وكي تعرف الشرط. وهو أيضا نوعان، ألف وباء، شرط مكمل للحكم نغ شرط مكمل للسبب. شرط مكمل للحكم نغ مكمل للسبب. مرس المكني المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، المعروف عرفا كالمشروط شرطا. والكذي العويث نغ نسع الشروط، شروط أما ذي عقود الزواج، أما ذي عقود البيع، أما ذي عقود الإجارة، الشروط حنسيون سكرايات أبري واحد سمانة يموديفي كلش، يموديفي كلش سيارة العقل. الشيني لا تملك الرقابة، أنا أملكها، أنت تملك المنفعة. عقد الإجارة هو عقد المنافع. أبا باش تخدم تموديفي غير قد شي غراض ذا قال سيول القانون ميم الكود سنسيول. لذلك الدوسي دي دون غرزداف ميم القانون ذي حضر يدنا أغي عيون مش أغي عيون باش نفخطر في ورنا كنا نستخدم لي كود نستخدم لي لوا صافي باش نظر ميم القانون إسكو يوفق الشريعة ولا يوفق على ما تصل الفائدة أدناوي ميم القوانين نغس نردي الميزان أنظر شو القانون يخلف شو القانون يوفق. يلا إذن الشرط شرحنا عرفناه وهو نوعان، ألف شرط مكمل للحكم كالطهارة، الطهارة شرط لصحة الصلاة. وقل مثال في كثيرة قبل حين ثورة إلا ما بقى النوع الثاني شرط مكمل للسبب. يخي نغا عند بلوغ النصاب ملكية النصاب سبب لوجوب الزكاة نغلا. مثلا خويا الحاج يسعى النصاب يسعى 85 غرام من الذهب، يسعى 595 فضة. يخص في الحاجة ذا شو يخص؟ يخص الشرط السبب يسعى يسكى ذي زكي يماكش 200 مليون ثورة يسعى 200 مليون يسكى سين زكي يسكى زكي غير السبب لا الشرط ولاش باش نتعلم ضبط المصطلح. السبب يسعى مورد الزكيارة، مورد الزكيارة يخص الشرط. ذا شو الشرط؟ بارك الله فيكم. صافي وقي قرناس شرط مكمل للسبب باش يزكي. ما إلا ولاش الشرط يسعى كان السبب لا يزكي. شرط مكمل للسبب وهو حولان الحول. ثوران كملا يثمثن أدلوح المانع وثلاثة المانع ذا شوف أمر جعله الشارع حائلا دون تحقق السبب. ذا قيم السبب الذي حبس هذه فريني دون تحقق السبب. المانع أمر جعله الشارع حائلا دون تحقق السبب أو الحكم. مثلا شخص يعني لا قدر الله قتل والده قتل أباه، هل يرث؟ لا يرث لوجود المانع رغم وجود السبب. من سبب ني تعطل القرابة سبب الانتقال الميراث. القرابة يعني القرابة ما هي أنواع القرابة إلا الأبوة إلا البنوة إلا الأخوة إلا العمومة وقلقيك أثنى جمع سيم بول الجهة. الجهة أربعة أبوة بنوة أخوة عمومة صافي. وكان سبب آخر اللي هو الزوجية ثمطوثة ورثة رقز رقز ورثة طيغة. ذا شو السبب؟ ماشي ذا القرابة الزوجية ثمطوثيس نمس فهم. طيب
ذي الشريعة يعطلن السبب بقي السكس اللي فينس يعطله المانع، لأن المانع حائل. إذن تعريف المانع أمر جعله الشارع حائلا للسبب، فالسبب لا يمكن أن يتحقق والحكم ولا يمكن أن يتحقق لوجود الحائل. وكذلك كما قلنا في لذلك الوارث إذا قتل مورثه رغم وجود السبب وهو يعني القرابة، ولكن يخرج من دائرة الورثة. لماذا؟ لوجود المانع. وكذلك ما ذكرناه بشرط أن يكون القتل عمديا. كل نقطة نحن نضطع مسلمة شديد سهلان أن الشام. ما هو المانع المقصود؟ القتل هو القتل العمدي العدواني، ماشي لي جيتيم ديفونس، مو ماشي القتل الخطا. ممكن يولي تصام فحال حتى يتسقيض من بعد يحوز لافاس يموت من بعد، هذه ورث قتل خطا. وكان طبقوا عليه الايه 92 من سوره النساء انا عامه ام بعد السيول القانون قانون 84/11 لارتيكل 135 اللي قص السيول باش ننظر اسكو توفق شرعي اسمو توفق قرا. والمانع واش قال المصنف؟ الوصف الوجودي، وصف وجودي، لأن هذا الوصف قد يكون منعدما. كاين ما يسمى في جريمة الإقدام وجريمة الإحجام، بمعنى ما يوني ولا قروذ أي لحوم على الكانون إيجاز أبري راوك شوشيني إسكو مسؤول لخاطر مسؤول. بارك الله فيك الشيخ صحيت نغير بعيد شريف فديون لاكسيدون كوفري فديون صافي. الى قال معناتها كاين الاقدام وكاين الاحجام. جرائم الاقدام بفعل وجودي قد تتحقق الجريمه بتصرف سلبي، لتشوف انسان مثلا معرض للخطر وتتخلى عنه، فبالتالي فأنت مسؤول. المانع الوصف الوجودي الظاهر، الظاهر معنى الواضح لا غموض فيه. المنضبط، منضبط نفتح قوس. العلماء كي داروا تعريف العلة في القياس، ما معنى تعريف القياس كمصدر من مصادر التشريع؟ إلحاق أمر بأمر آخر في الحكم الثابت له لاشتراكهما في العلة. ما معنى العلة؟ الوصف الظاهر المناسب المنضبط المناسب للحكم. لو كان نقول لك مثلا السفر، يعني ما إلا سلام كل فتواقي اللي عرضها مسافر يجوز باش يلقى السفر ظليثيس، وهذه شهر رمضان، ولكن ليس شروط السفر يكون سفر طاعة، يكون مسافة معينة شحال كيلومترات يا خكا. ولكن ممكن يسيو لكن يسمحي امشي عجبا شهر رمضان امشي تصلي ثلاث اربع ركعات دوغان تسناس وكذا قصر رباعيه وسنت اوتوموبيل كليماتيزي الكار ما كذا زيك ملح في الغمنوي. السفر هو وصف منضبط، ولكن المشقه خاطر ما دير المشقه دي جميل المشقه لا ولا خاطر تيكون لا خاصها تروح في الزيله وتروح في في الفافور نافلافيو ما لا القلق والكواس والستريس عندي خاص انا وكي خاص صار كان مسوفار تفضك سورتو وي سفر بزاف دائما نقلق دائما معليش بلا ما ندخل في هذه. ولكن قولوا العله ماهيش المشقه، لان المشقه تختلف من انسان الى انسان وتختلف من وسيله الى وسيله. يزما روحنا 10 سين ريزيستين ويظل ريزيستين انا كل يوم ريزيستون سينس يوني زمري فادي يوني زميرارا يوني زمري اللاز يوني زميرارا ذاك الوسائل الى اخره من حيث السرعه من حيث الجوده الى فبالتالي اذن هنا المانع قال لك الوصف الوجودي الظاهر يعني الواضح الذي لا غمض فيه المنضبط. وبعدين المعرف نقيض الحكم كالابوه في القصاص مشكله معنى لقي باش غديني المانع. القصص معروف في القرآن الكريم في النظام العقابي الشرعي كاين الحدود كاين
القصاص ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وبعدين كاين تعزيرات، تعزيرات هي جرائم ومخالفات شرعية نص الشرع على ذلك، أعطلها هذا الوصف، ولكن ترك تحديد العقوبة لولي الأمر أو للقاضي ليرتب العقوبة أو ليحكم بالعقوبة المناسبة للجريمة المرتكبة أخذا في الحسبان طبيعة الجرم وطبيعة الفاعل أيضا والظروف المخففة لسيركونسونساتيزيونت إلى غير ذلك من الأمور. لذلك الأبوة أيضا لا سمح الله إذا كان الإبن مثلا الأب قتل ابنه فيمنع القصاص. طبعا هذه أيضا عنده مباحث مدققة في الجانب الجنائي، يعني في الفقه الجنائي الإسلامي، إن شاء الله سيأتي البيان، تجد كلها مقدمات. كتاب جمع الجوامع كما قلت لكم بإخواني من أعظم كتب الأصول، ما رجحناهاش بسهولة على الورقات الجويني وعلى مختصر بن الحاج، ماشي هكذا برك. وسوف تلاحظون إن شاء الله في مستقبل الحلقات المجالس العلمية القادمة نجيبوا شوية من الورقات، شوية من مختصر بن الحاجب، ونديروا كتاب البيضاوي، ونرجعوا إلى الرسالة الإمام الشافعي، ونرجعوا للكتب المعاصرة أيضا باش ننظر كتاب الجوامع، جمع الجوامع حقيقة ظلا كريم غدي السوف الله يبارك، خلاصة مركزة غنية جدا من 100 مصنف كما قال المصنف في مصنف في مقدمة مصنفه. وبعدين واش يقول؟ والصحة الآن يعود إلى النوع الرابع، مازال الصحة مازال بطلان. الصحة مع ترتب الآثار الشرعية إما على العبادات أو على المعاملات، العبادة إذا كانت موافقة للشرع وكذلك المعاملات إذا كانت موافقة ومطابقة للشرع ترتب آثارها الشرعية. والصحة موافقة ذي الوجهين، أشو يعني سمو ذي مولاقي؟ معنى ما يقبل الوجهين، معناها الموافقة والمخالفة، هذا هو المقصود. موافقة ذي الوجهين الشرع صافي. إذن الأمر الذي يمكن أن يوافق وأن يخالف، أن يوافق وأن يخالف. إذن الصحة ما معنى الصحة؟ موافقة ذي الوجهين الشرع. وقيل في العبادة إسقاط القضاء، أي المكلف يسقط عنه القضاء ما دامت عبادته مؤدات موافقة للشريعة فقد أجزأته كما سنذكر بعد حين. وبعدين واش قال؟ وبصحة العقد، باش يقول لك أمر الصحة ماشي غير في العبادات. حنا نقوله واحد كي يصلي سوا سوا يتجيب الأركان على رأسها القيام، القيام ركن في حق القادر عليه، ولكن يسقط القيام أخذا بالتخفيفات المقررة في الفقه عند العجز. وباب صلاة العاجز والمريض راه باب معروف في أبواب الفقه، صح؟ مخل ما كل الأركان والشروط، كيف نحكم على الصلاة؟ تدني صلاة صحيحة ولا نقول صلاة مقبولة، لأن القبول من عند الله. وبعدين بالنسبة للعقد وبصحة العقد ترتب آثاره، ذاك يخدم تقديم وتأخير باش يقول ممكن نعود لها الصياغة لهذا المثل، هذه تترتب آثار العقد إذا كانت صحيحة يعني موافقة للشريعة. وطبعا كان شروط متعلقة بالعاقدين، كان شروط متعلقة بمحل العقد، كان شروط متعلقة بالثمن، كان شروط يعني راهي مبثوثة في باب المعاملات وبصحة العقد. ذلك فقط باش غادي السيوض باللي أمر الصحة موجود في العبادات موجود أيضا في المعاملات. والعبادة إجزاؤها إن ندنس المصنف أي كفايتها، يعني أي إذا صحت العبادة. شوفوا القاعدة دي مهمة جدا، إذا صحت العبادة أجزأت، وإذا أجزأت أفرغت. شو المعنى يس؟ إذا صحت العبادة أجزأت. ذكرت لكم سادتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود، هذوك رجلان الذين كان في السفر هكذا، وبعدين لم يجد ماء وكذا وكذا، وبعدين تيمما وأدى الصلاة، وبعدين وجد
الماء في الوقت كما ورد في مثل الحديث. واحد منهم لم يعد الصلاة والآخر أعاد الصلاة، توضأ وأعاد الصلاة. كي وصل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال للذي لم يعد؟ إن يس أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. شفوا العبارة. والثاني إن يس لك الأجر مرتين، الذي عاد الوضوء، الذي توضأ وعاد الصلاة. أي غدنا أجزاء دول القاعدة، إنك إذا صحت العبادة أجزأت، وإذا أجزأت أفرغت. ما معنى أفرغت؟ الذمة مما هي مشغولة به. نعم بإذن ربي أقيم الصلاة لدلوك الشمس، بمعنى ما إلا توضأ ونصلي دين، معنى الذمة مشغولة ولا يمكن أن تبرأ هذه الذمة إلا بالأداء، إلا بالأداء. زين مدينة والعبادة أكي والعبادة، هكذا يكون الشكل ماشي والعبادة خطر. انظر إلى ما قبلها، إجزاؤها، إجزاؤها إذن أجزأت وأفرغت أي كفايتها، يعني يكفي. وبعدين في سقوط التعبد وهو الراجح عند المصنف، ولكن قال وقيل إسقاط القضاء، يعني إجزاؤها يعني إسقاط القضاء، فيسقط القضاء إذا كان الفعل مجزئا. متى يسقط القضاء؟ إذا كان الفعل مجزئا. أما البطلان نفصله في الحصة القادمة، ولكن الآن باختصار البطلان يعني عدم ترتب الآثار. إذا كان العقد باطلا، إذا كان العقد باطلا لا يرتب آثاره، وإذا كانت العبادة غير صحيحة أيضا لا ترتب آثارها. أسأل الله التوفيق للجميع، نلقاكم في مجلس قادم إن شاء الله وقدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.